بس قولي لي ايمتى اجي لعند المأذون. بيجي بوقع وخلص. ورح اعمل هيدا الشيء بس لانك امي، لاني ما بتحمل شوف دموعك هيدولي. بدي 75,000 علبة منهم وخلال يومين. 75,000 علبة بيومين؟ بيوم من الايام جابت كم رأي عن ابطال الوكالات اللي ادعوا فيها المدعين انه اتخذت منهم هالوكالات بظروف غير طبيعية او عن ضعف نفس. توصلنا لنتيجة انه الافضل نستند على هيدي النقطة بخصوص قضيتك الاخيرة، انه انت مصرة تنقلي من هالحي. بكرة لازم روح على المكتب العقاري، رح أمضي عقد الأجار وآخر الشهر رح ننقل. قال إنه أخذ موعد بكرة الساعة 1 الظهر مع المأذون اللي عراس الشارع. أنت ليه طلعتيني لهون ست مظفري؟ أنت ليش جيتي لهون من قبل؟ أنت ما كان إلك حق تعمل هالشي معي. ليش أنا شو عملت؟ مين عطاك الحق إنك ترسم صورتي؟ الحمد لله عروستنا مثل القمر. مبروك فيك. إن شاء الله سيد مظفري جبت الهويات؟ نعم نعم تفضل حبيبي. شكرا ممنونك. يا أهلا وسهلا، تفضل اشربوا شاي. يسلم بيديك. تفضل تفضلي أختي تفضلي. أنت تفضل أنا بيجي لعندك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين تفضل. مرحبا. أهلين حبيبي مهدي. تفضل فيك تعير ساعتك على مواعيده. وصل على الساعة 1 تمام. معناتها هو حضرة العريس. نعم ما شاء الله ما شاء الله، العروس والعريس ما شاء الله عليهم لابقين لبعض. شكرا كتير. تشرب شاي؟ لا شكرا. معناتها تفضلوا اقعدوا انت. حاضر. كمان يا ست تفضل اقعدي. رجع بسرعة. طيب منشان نحن نخلص شغلنا بسرعة بتسمحولنا نبلش؟ العفو أكيد تفضل. وأنت يا حجة؟ أكيد يا حج، ما أنا مستعجلة أكتر منهم كلهم. يا عروس وأنت؟ تفضل أنت كمان حضرة العريس. عفوا كنت بدك تقول شي حضرة العريس؟ اي نعم تفضل. انا سمعت انه العريس والعروس بيقدروا انهم يحكوا مع بعض كم كلمة على انفراد. هاي خلال فترة الخطبة حضرة العريس. بس نحن بعد ما حكينا. مهدي نحن ما حكينا يا امي. طيب بدكم تحكوا هلأ؟ نعم مش مشكلة، بس لازم تخلصوا كلامكم بسرعة لأنه عنا كتب كتاب تاني الساعة 2:30. نحن عنا بلكون هون، فيكن تروحوا تحكوا على البلكون. سيد جاووشي. نعم يا سيد. افتح لهم باب هيديك الغرفة. تفضلوا معي. تفضلوا. لما كنت أدرس بباريس اتفقنا بسنة من السنين إنه نروح نحن وكم أستاذ من أساتذتنا ورفقاتنا بالكلية على جنوب فرنسا. جمعنا المسا جنب البحر، جزع شجرة كبير وخشب كتير، وعملنا نار حلوة كتير لحتى ندفى فيها. مسيو بريي استاذي قال لي بتعرف هيدي النار شو بتشبه؟ قلت له لا يا استاذ. قال لي هيدي النار مثل الزواج. ما فهمت عليه شو عم يحكي، طلعت عليه وأنا محتار.
بس هو شرح لي، قال لي الزواج مثل هيدي النار تماما، بيعطيك ضوء بالليل وبيعطيك دفى بالبرودة، ولما البحر بيحرق لك ظهرك ببرودته بكفي انك تدير ظهرك على شعلة النار لحتى تدفي كل جسمك. فيك تستمتع بنورها للنار، وفيك تشوف ألوان شعلاتها، وفيك تنسى كل آلامك وكل الأشياء يلي ممكن إنك تحتاجها بحياتك. الزواج المنيح عن جد لازم يكون فيه كل هيدي الخواص. بالحقيقة أنا ما عندي قناعة إنه زواجي أنا وإنتي فيه كل هيدي المميزات، بعد كم دقيقة رح نفوت ونوقع على الورق ونصير أنا وأنت زوج وزوجة، بس بدي إياك تعرفي إنه أنا عم بعمل هيدا الشي بس من شان أمي، لأنه هي اللي طلبت مني هيك. أنا ما بدي أكسر لك قلبك. لقيت إنه من الأخلاق إني أشرح لك هيدا الشي. لك يا خيي ليش عم بمطمطك هالقد؟ عندن وقت يحكوا مع بعضن لآخر العمر. إي الحمد لله بالنهاية إجوا. طيب الحمد لله، يعني حكيتوا اللي عندكن. طيب مبروك، واضح إنه العرسان حكوا مع بعضن حكي حلو، وهلأ أقعدوا لحتى نبلش قراءة العقد. تفضلوا تفضلوا يا عيوني، إن شاء الله بتتهنوا ببعضكن لآخر العمر. إن شاء الله. بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة إن شاء الله. جاهزين إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عفواً لحظة. تفضلي. بدي أحكي مع بيي. تفضل احكي يا بنتي. تتذكر لما مرة أمي راحت على مكة بالعيد؟ بذكر. إجوا قرايبنا لحتى يزورونا، وعمتي كمان كانت موجودة. إيه أنا متذكرة حبيبتي، الله يرحم روحها لطلعات. هونيك سألك شخص من قرايبنا إنه إذا حطوا كل الدنيا بجهة وحطوا الست طلعت بالجهة التانية، أي جهة ممكن تختار؟ أنت قلت لهم فوراً أنا بختار طلعت. من بعدها سألك مرة تانية إنه إذا حطوا بنتك آهو بكفة وطلعت بالكفة التانية، أي وحدة بتختار؟ انت كمان ما فكرت، جاوبتن بسرعة، قلت لهم بختار طلعت. صحيح، رحمة الله عليها. وبعد سنتين فتت على المستشفى وكان عندك عملية كبيرة. قدام غرفة العمليات كانت امي قاعدة وبس عم تبكي. قالت لها عمتي شو بكي يا طلعت؟ بتتذكري يا عمتي شو قالت لك؟ ايه متذكرة بالحرف شو قالت. قولي. الله يرحمها، قالت إنها هي مستعدة إنه تبقى هون بالمستشفى أو تسكن بغرفة ولو إنه شي 5 أمتار بالمدينة، وتاكل باليوم نص وجبة وتشتغل ببيوت العالم، تخدم وتنظف لتعيش، وإنه ما عندها مشكلة بأي شغل ممكن تشتغله، هي مش مستحية، بس على شرط إنه جوزها يطلع صحيح وسليم ومعافى من غرفة العمليات. بعد كم دقيقة أنا ومهدي رح نمضي على هالوراق ومنصير زوج وزوجة. بدي إياكن تعرفوا إنه نحنا عم نعمل هالشي لأنه أنت وعمتو بتكون هيك. نحنا ما بدنا نزعلكن، وإلا لا مشاعري تجاه مهدي تشبه مشاعر ماما تجاهك، ولا مشاعر مهدي مثل مشاعرك أنت تجاه أمي. هلأ تفضل.
لا ما تقرأ العقد. إيه؟ انتظر لحظة. خيّة شو صار لك؟ جيبوا لنا مي يا جماعة بسرعة. جيبوا كاسة مي للحج. شو صار لك بابا حبيبي؟ خد نفس عميق، خد نفس عميق خيي. تفضلي هيدي المي. شكرا لك. شرب خيي، تفضل شرب. كيف صرت؟ ما تقلقوا ما بني شي، ما تكبروا القصة. بابا سامحني، أنا بعتذر منك. أنت لازم تسامحيني يا بنتي، أنا بعتذر منك. صرت أحسن؟ عفوا يا سيد، هيدي أتعبكن عالتمام والكمال، أنا بعتذر منكن. وهلأ بخاطرك يا أختي، مشي يا بنتي. خيي لوين رايح؟ خيي شو عملت؟ شو قلت لها أنت؟ حكي لوين رايح يا مهدي؟ إن الرقم المطلوب مغلق حالياً. إن الرقم المطلوب مغلق حالياً. خليكن لحظة، هلأ بجي لعندكن. سيد أمير كمل شغلك. أهلين سيد مظفري، أهلا وسهلا سيد. نعم. محمد لو سمحت طلع هاللوحة. حاضر. مرحبا. انتبه علي منيح. ماشي حاضر ماشي. واو، هيدي واحدة من أجمل أعماله يا رؤيا، شوفي حركة الريشة. الحقيقة هيدي أنا كنت بدي أخدها إلي أنا، قلت قبل ما ياخدوها بالعجقة قلت منه أنا بشوفك، وإذا أنت عجبتك هيدي اللوحة الجديدة بعطيك إياها بدل اللوحة القديمة. سمان إذا عجبتك هادي إلك. أنت شو عم تعمل هون؟ مش اليوم مفروض كان كتب كتابك؟ لا. إيه واضح هيدا الشي. قلي شو عم تعمل يا مهدي؟ ليك أنا ما إلي خلق هلأ أبداً على الحكي، تعبان. بقدر روح شوي على غرفتك؟ ليش على الغرفة؟ روح على السويت اللي فوق، ارتاح شوي وغسل وجهك، أنا شوي تاني بجي لعندك. شو؟ كيف لقيتيها؟ تعرف مترددة. Thank you.
نعم يا بنتي. جاي بابا. انت بدك تظهري؟ ايه بابا. لوين؟ على المستشفى. هالاسبوع كان على اساس الست فرزاني محلي، هلا ما في داعي بقى. هيديك المسكينه كمان عندها طفل صغير وصعب عليها. شو بدك تقولي لاصحابك؟ بقول الحقيقه انه ما في نصيب. منا صعب عليكي؟ صعب شوي، بس أسهل من إنه بعد كم سنة قلن انفصلنا لأنه ما كنا متفاهمين وما قدرنا نعيش مع بعض. لأنه ساعتها رح يقولولي شو كنتي عمية قبل الزواج، هلأ بقدر أقول لأنه ما كنت عمية. قبل ما أقول موافقة عرفت إني ماشية بالطريق الغلط، ما هيك بابا؟ أنت بتعرفي شو كان معي حق؟ معي حق إنه افتخر فيكي دايماً. أنت ما في منك يا بنتي. الله يخلي لي إياك بابا. طيب يا عريس، وعريس هربان كمان. إن الرقم المطلوب مغلق حالياً، الرجاء المحاولة. مهدي، حبيبي مهدي، سيد مهدي، ما بدك تقوم؟ قديش الساعة؟ 9:30. خلينا نظهر ناكل لقمة، بظن بعدك ما أكلت شي. على راس الشارع في مطعم أكله كتير طيب. لا لا أنا ما بدي أكل. ليش بقى؟ صايم؟ لازم روح على البيت. لا شو تروح على البيت؟ اتصل بالوالدة وخليك هون. لازم روح، بس بكرة بعت الشباب لعندي لحتى يجيبوا اللوحات لهون. ماشي، خلينا الصبح يجيبوا اللوحات. مهدي. نعم. انت منيح؟ منيح. اللي لشوف، تقدر تسوق؟ مرحبا أمي. ليش ما عم بترد على تليفونك؟ بكون ما انتبهت عليه. انت بتطفي تليفونك وبتقلي ما سمعت صوته. إذا كان مطفى معناتها ما كان بدي رد على حدا، على أكيد. لوين رايح؟ وقف لشوف شو هالخبصة اللي خبصتها اليوم انت. مش هلأ يا أمي، خلص خليها لبعدين. أمتى بعدين؟ بس قلي بتجي على البيت بنصاص الليالي، أمتى بحكي؟ قلتلك مش هلأ يا أمي، ما إلي خلق على هذا الموضوع ولا على النقاش. وإذا بتعلق علي برجع على المحل اللي كنت فيه، أصلاً مش طايق أبقى بالبيت. لا إله إلا الله، يا رب أنت صبرني، أنت صبرني بس.
الكود يا احسان. هيدي كانت الاخيره بقى. يلا يلا. ايه السلام عليكم. وعليكم سلام السلام. تحط هيدي على جنب بالسيارة. ماشي ماشي خلصوا. خلصوا؟ ايه ايه. سيد مظفري نحن خلصنا وماشيين، بتريد منا شي بعد؟ لا شكرا، يعطيكم العافية. بالإذن منك يا ست. الله معكم. أهلين أمي. فهمني شو هالحركات هيدي. أي حركات؟ التخبيص اللي خبصته مبارح والفضيحة اللي فضحتنا إياها وعمايلك يلي كلها بتخجل، شو هيدي؟ أنا ما عملت شي، أنا بس قلت لها الحقيقة. إذا أنت ما كان بدك إياها لشو جيت أصلاً على الموعد؟ لأنه أنت هيك بدك، لأنه كنت بفكر أنه لميات ما بيغلطوا، بس اكتشفت أنه أنت بتغلطي كمان. أنا غلطت ما هيك؟ غلط اني نقيت لك وردة متعلمة وفهمانة وست بيت توزن ذهب. هون المشكلة، المشكلة انه انت يلي نقيتي بس انا يلي لازم عيش معها بالبيت. وما كنت بتعرف هالشي الا عند المأزون؟ كنت اعمى لوقت كتب الكتاب؟ ايه فعلا كنت اعمى، لانه بس كنت شايفك انت، كنت احترم رغباتك انت بس يا امي. عن اي ام عم تحكي؟ انت معتبرني ام اصلا؟ بس جيبيلي ترويقة وجيبيلي غدا وغسليلي تيابي وخدي وجيبي وروحي وتعي. معك حق، كل كلامك هيدا مزبوط، وأنا ببوس إيديكي على تعبك هيدا معي، ولحتى شيل كل هيدا التعب عنك دفعة واحدة يا أمي أنا رح أترك البيت. شوف هاي تاني مرة عم تحكي هالحكي. مبارح ما قلت لك شي واليوم رجعت عدتا أنا رح روح. وشو يعني لوين بدك تروح؟ رح روح عند سمان، ورح ضلني قاعد بشقته هالكم يوم. ولك انت شو صار لعقلتك؟ قلي بس، انت حدا عامل لك عمل؟ كاتبن لك شي حجاب؟ الانسان العاقل بيترك بيته وبيروح بيقعد ببيت شخص تاني؟ شو صار لك؟ شو اللي صار لك؟ ما عم بفهم. هيدا البيت، هيدا البيت ما عاد امن ابدا بالنسبه لي. شو هو اللي مش امن بهالبيت؟ وقف لشوف. ليش عم ينزل حجاره من السقف على راسك؟ ليش لحتى ما تحس بالامان؟ لانه هيدا البيت ما عاد له حرمه وما عاد في عندي خصوصيه، ما عاد عم حسه بيتي ابدا. أها، ومين اللي تجاوز حرمة بيتك حضرة الأستاذ؟ أنت يا أمي، أنت لما بتتدخلي بكل تفاصيل حياتي. أنا يا ابني بس بكنس وبنظف بشيل وبحط وبرتي بس هيك، بشو غلطت يعني؟ وبتشيل اللوحة يلي مغطية وبتروحي بتجيبي شخص تاني وبتفرجي عليها، بدك أحكي أكتر من هيك؟ هو إلك أيمتى ما بتحب. لا لا بس بشكل مؤقت، وبالنهاية رح لقي محل أقعد فيه. ايه بعرف انه صغير بس بيلتقى فيه محل للنوم، بس وصيت الشباب يجيبوا لك سيبي وألوان وهيك شغلات مشان ترسم إذا حبيت. شكرا يا صديقي. العفو، بس في شغلي طبعا إذا بتحب. مهدي شو قصة مبارح واليوم؟ مبارح بتخرب كتب كتابك واليوم تترك البيت وبتطلع، مدري كيف عم تتصرف، شو القصة؟ قبل كتب الكتاب عرفت انه مش هيدي هي الانسانية اللي بدي اعيش معها كل حياتي، بس هيك. ليش ما كنت بتعرفها؟ سمعت انها قرايبتك. هي بتكون بنت خالي. طيب معناته بتعرفها من كذا سنة. اذا القصة هيك ليش حددت موعد كتب كتاب؟ امي هيك كان بدها. ايه علينا، شو هالقصة هاي؟ شو انت ولد صغير يا مهدي؟ هي تحملتني كل العمر وكمان دارت بال علي، يلي بعمري هلا عندهم 4 أو 5 أولاد وبعضهم عندهم احفاد، وما بدي ضل عل فيها لاخر عمري، فهمت علي؟ ولأنه هي تعذبت فيك وخدمتك رحت خطبت بنت خالك. لا هي اللي راحت. لك معقول؟ سيد سمان، البروشيرات تبع المعرض لسه ما وصلوا، شو بعمل؟ طيب ليش عم تقدم لي تقرير؟ روح استلمهم بقى. حاضر استاذ. هي راحت؟ ايه. وانت كمان وافقت؟ عن جد انه انت واحد ما في منك.
الحقيقة كنت مفكر إنه ما أتزوج أبداً. قلت إذا شخص بده يروح بكرة الأفضل لأنه ما يجي اليوم. كنت متشائم بالنسبة للنسوين. كنت أقول إنه حيبيعوك، بالنهاية حيبيعوك، بسعر أرخص بسعر أغلى ببيعوك، بالنهاية رح يبيعوك. قلت على القليلة إذا القصة هيك خليني أفرح قلب هالختيارة اللي عندي. وشو صار لحتى زعلت قلبها بعدين؟ شوي شوي اكتشفت إني ما كنت عم بحكم على النسوين بإنصاف. الشجرة يابسة وحدة ما بتمثل مزرعة بكاملة أبداً. لقيت إنه في نسوين بيبقوا معك لآخر عمرك وأكتر كمان. وهالشي ألهمك هيك فجأة؟ لا، بس شفت وحدة منهم. آها، معناته شفت وحدة من هيدول اللي ما بيخدعوا ولا بيبيعوا وبيوقفوا طول العمر معك. ومين حضرتها الست بقى؟ نعم؟ مرحبا. لما حكيت معك هيداك اليوم كان من شان تفيقي على حالك والتوبة، بس انت حضرتك تصرفتي بالعكس تماما. قلتلك انا ما بقى حشوفك ولا انت إلك حق تشوفي ابني، بس انت حضرتك رحتي وحكيتي معه مرة تانية. كنت بدي خلي عملتك مثل الجرح بقلبي لآخر عمري وما أحكي فيه لأي حدا، وخلي هالقصة بيني وبينك وبين رب العالمين بس. بس أنت شو عملت؟ ما تركتي لي مجال أبداً. نلعب هون هلا. طيب تعال اركض، هاي بدي العب انا وياك. روح روح من هديك من هون من هون. عجل عجل يلا. يلا سمحت. يلا امشي، بدي العب بالطابة. الحقني، تعوا من هون، تعوا من هون، بدنا نلعب. يلا سوا، يلا يلا. سلام ست مظفري. مرحبا سيد علي، كيف صحتك؟ الحمد لله. اجى الحاج دخلك؟ نعم، هو بالمكتب فوق، تفضل. شكرا كثير. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ست مظفري، كيفك؟ إن شاء الله بخير. نشكر الله الحمد لله. بتريدي مني شي؟ بدي أحكي معك. تفضلي، أنا بالخدمة. يا الله. بخدمتك ست مظفري. عندي سؤال إلك يا حاج. تفضلي. إذا أنا دخلت شخص على العيلة ومدحت فيه كتير لدرجة إنه هالشخص صار يروح ويجي على البيت، كان بدي أعرف إذا سرق أو غلط بالبيت، يعني شو بيكون حكمة؟
عم بحكي عن حالي. الحقيقة بيصير في تفسير لحكم قاعدة الزمن. وشو بيعني هيدا يا حاج؟ يعني إذا هيداك الشخص تسبب بصدمة لهيداك البيت وهيديك العيلة أنت المسؤولة. بقصد إذا هيداك الشخص فات لهيداك البيت بناء على نصيحتك وكلامك ومدحك. صاير شي يا ست مظفري؟ ايه يا حاج، ايه صاير. يعني انا بظن انه الشي اللي كنت مفكرته بخصوص الست نادرة كان غلط. لا يا ست لا، انا عم قلك واكد لك انه لا، وانا بضمن لك انه انت ما غلطتي ابدا، وانا ممنونك دايما لانك عرفتينا على هالانسانة. يا سواد وجهي يا حاج. ما تحكي هالحكي هيدا يا ست مظفري. بالإذن منك تفضل شوف. انت بس شوف، اكيد عرفت لوحة مين هيدا. طبعا. قعدت قدام ابني ببيت فاضي ولحالهم لحتى يرسمها شي ما كنت بتوقع يصير. ما تحكمي بشكل مطلق يا ست مظفري، بجوز رسمها من صورتها. أي صورة يا حاج؟ هلأ ما عاد زمن الصور والرسايل، هلأ زمن هيدا. تفضل بكبسة زر واحد كل شي بينتهي، فيك تشوف، فيك تشوف وفيك تسمع كل شي بلحظة. بعدين فرض إنه صورتها، شو عم تعمل صورتها عند ابني؟ شو في بيناتهم؟ أنا ما بقدر صدق هالشي أبداً. وأنا مثلك ما كنت مصدقة. إن شاء الله الحقيقة يا ست مظفر. ما تقلي إن شاء الله يا حاج. ابني بيرسم، وقلت لك من قبل ابني ما بيرسم حيطان وورد ومدري شو، بيرسم وجوه. بيروح عالشارع بيلاقي له شي شحات، بيلاقي له بياع أو شخص حلاوة، بيجيبه عالبيت بيقعدوا قدامه وبيرسمه. هيدا الشغل اللي بيعرفه، وبعدين بيعطي مصاري والله معك. من كم يوم مثلا قلت له يا ابني ارسم لي لوحة فيها باقة ورد علقها بالصالون، قال لي طيب ماشي روح اشتري باقة ورد وحطيها قدامي لأرسم لك مثلها تماما. بعدين قال لي الموضوع أو الشي اللي بدي ارسمه لازم يكون قدامي لأقدر ارسمه. ما إلك علي يمين يا حج، هيدا الحديث اللي صار بيني وبينه بالحرف الواحد. شو بدي أقول؟ والله ما بقدر صدق أبدا. طيب هلأ هيدي يا ست بترجاكي قلت لك ضبي هيدول. مش قصدي الست، قصدي الحياة. تطلع على هول لو سمحت يا حاج. انت هلأ ابعتهم يروحوا يشوفوا بيتي، في شق حد الحياة هون في مثله تماما باللوحة، وفي بقعة على الحياة موجودة هون كمان رطوبة من السنة الماضية. وانت بدك ياني شوف هالشغلات هيدي وقول ان شاء الله ما كان هيك. يا سبحان الله يا سبحان الله. لما شفت اللوحة يبست بمطرحي وكأنه الكهرباء ما سكتني، ما كنت مصدقة. بعدين رحت على بيتها، جبتها على البيت وفرجيت اللوحة. طيب وهي شو قالت؟ ولا شي، ما كنت بدي أكسر الحرمات وأفضحها، كنت مفكرة أنه خلصت القصة، بس اللي صار بعدها شي ما بيتصدق. ليش يعني ما خلصت؟ لا، كل شي قلت لي راحت قالته لابني، عبته علي لدرجة انه مبارح كان موعد كتب كتابه مع بنت خال وترك كل شي وبطل، لخبط كل شي وتركني وراح، راح وما رجع لآخر الليل. ولما رجع قال إنه رح أترك هيدا البيت لآخر العمر لأنه البيت تعدوله على حرمته. عجيب والله عجيب. طيب يا حاج أنا شو كنت بقدر أعمل؟ طيب بيتي تحت كنت بقدر غمض عيوني ومين ما راح ومين ما إجا وشو ما صار ولا كأنه صار شي؟ والله ما كان بدي أفضحها أنا لهالمرة، كنت بدي خلي هالقصة هيدي مثل الخنجر بقلبي وما حدا يعرف فيها أبداً لآخر العمر.
يا حج، أنت بتعرفني من 20 سنة مش من هلأ. أنا إنساني ما بخاف من الله لحتى أفتري وأتهم مرها هيك تهمة. وحياة ابني الوحيد كان بدي من الله إنه يكون هيدا كله خيال وكذب، بس ما كان هيك. أنا عمري 65 سنة يا حج، ما بينضحك علي بهالعمر بهالسهولة. بس انضحك علي، انضحك علي أنا وإنت كمان. يا سواد وجهي منك يا حاج، يا سواد وجهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله، أستغفر الله. وابنك وين راح هلأ؟ عنده رفيق عنده معرض رسم، قال إنه رح يقعد عنده هالفترة. أفضل يبقى هونيك هلأ. حاضر. طبعاً أنا بستاهل، أنا فعلاً اللي غلطت وأنا اللي لازم أدفع الثمن. غلطت وهلأ بقول أكتر من هيك. الباقي مثل ما أنت بتلاقيه مناسب، ما بعرف. بالإذن منك. العفو. أنت تفضلي على البيت، والله سبحانه وتعالى يساعدك. آمين يا رب، بخاطرك. بأمان الله. سلام. وعليكم السلام. قالوا لي عايزني بموضوع. صحيح، تفضل. ست نادري، بالنسبة لمجلس طهراني وأربعينية تخيل السيد حميد زادة، حكيت مع السيد جواني من شان يبعث طباخ وعمال من مطعمهم، وهلأ بالوقت الحالي هني عم يشتغلوا، وعلى أساس أنه من هلأ ورايح السيد جواني بيبعث عمال وطباخ. ست نادري، من شان موضوع متابعة شغلك أنا بحاجة أفكر بالموضوع هلأ. ما بدي أبدي أي رأي بالنسبة لبعض الأمور قبل ما يتوضح لي كل شيء. أنت فهمين غلط يا حاج. من برم هیچ که